مشاهدينا مساء الخير، نحييكم في حلقة جديدة. بعد قليل هيبقى معنا وزير التموين. وزير التموين هنتكلم معاه الحقيقة في مجموعة من القضايا المهمة لحياة المواطنين، الحياة المعيشية والاقتصادية. بعض القضايا نحتاج فيها إلى الجدل المحتدم، لكن في قضايا تانية عاوزين نشرك فيها المشاهدين والمواطنين، بمعنى أنه في منظومة جديدة لتوزيع الخبز تم تطبيقها في بورسعيد وحيتم تعميمها على كل أنحاء الجمهورية. عايزين نسأل هل نجحت في بورسعيد حتى يتم تعميمها وإيه هي؟ وكان في كلام عن أنه وزارة التموين تراجعت عنها، لكن البعض يؤكد أنه سيتم تعميم هذه المنظومة الجديدة المتعلقة بتوزيع الخبز، 150 رغيف خبز في الشهر لكل مواطن. بالإضافة كمان هنتكلم مع وزير التموين عن الدعم الذي لا يصل إلى مستحقيه، قضية الحقيقة نتحدث فيها كثيرا ونشغل الرأي العام بها طويلا، لكن هل في حلول لهذه الأزمة المستحكمة؟ أنه دايما نتكلم عن أنه الدعم لا يصل إلى مستحقيه، وأن هناك من يحصل على الدعم وهو لا يستحقه، وبالتالي ده يؤدي إلى الضغط الشديد على موازنة الدولة. يعني الدعم اللي بيكلف الدولة في الميزانية فوق 114 مليار، هل يمكن أن يصل إلى مستحقيه؟ هنشوف كمان أنبوبة البوتاجاز. البعض قال بدل ما الحكومة كانت تعمل الفئات المتعلقة بالغاز ورفع أسعار الغاز حسب الاستهلاك، كان يمكن أن تدخل على أنبوبة البوتاجاز أيضا، لأنه أنبوبة البوتاجاز يستفيد منها من لا يستحق الدعم. كل هذه القضايا هنناقشها مع وزير التموين بعد قليل، وهنحاول نشرك كل المشاهدين كل المواطنين معانا. دعونا نبحث عن حلول، يعني لا نكتفي بالحديث عن المشاكل والأزمات، نحاول أن نتوصل إلى حلول. بالإضافة إلى أنه قضية الدعم مهمة جدا ويمكن أن تؤدي إلى نجاح الدولة، ويمكن أن تؤدي إلى إنعاش حياة المواطنين. لما الدعم يصل لمستحقيه ولا يحصل عليه من لا يستحقه، أعتقد أنه هنكون حلينا مشكلة عويصة نتحدث عنها من سنين ولا نجد لها أي حل، لأن الحكومات كلها بتخاف، تخاف يقول لك لا أنا مش حاجة جنب الدعم خوفا من الغضب الشعبي. طيب هنبدأ معاكم الموضوعات المختلفة. معانا مجموعة من المشاهد اللي قامت كاميرات المراقبة بجامعة عين شمس برصدها تكشف وتفضح سلوك طلاب جماعة الإخوان. الإخوان يدعون أن المظاهرات في الجامعات سلمية وأنها تعبر عن حقوق الطلاب، لكن اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي هتلاقوا أننا أمام عصابات منظمة تصنع الملوتوف، عندها حتى تقنية وحرفية زي ما هنشوف في صناعة الملوتوف، في سرقة البنزين أولا من السيارات زي ما هنشوف بعد قليل، وأيضا بعد كده صناعة الملوتوف وإلقاء الملوتوف على الشرطة، بالإضافة إلى إشعال النار في كل مكان. مجموعة من المشاهد ننفرد بها، هنبدأ عشان تشوفوا بس طلاب الجامعات الذين ينتمون لجماعة الإخوان. الجماعة والجامعات، الجماعة تسعى إلى إفشال الجامعات وتسعى إلى تحطيم الجامعات، تعطيل الدراسة، تعطيل الامتحانات. فشلوا في الشارع فلم يعد لهم إلا الجامعات من خلال بعض الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان، بالإضافة إلى من يأتون إليهم من الخارج وهم لا ينتمون للجامعة. تخيلوا بقى لما تشوفوا طلبة، هنشوف المشاهد بعد قليل، بيسحب البنزين إزاي من السيارة، بيسرقها وبعد كده بيسرقه يعني، وبعد كده يصنع الملوتوف داخل الجامعة. كل هذه المشاهد هنشوفها نكشف ونفضح سلوك جماعة الإخوان التي تدعي أن الطلبة يتم قمعهم ويتم سحقهم ويتم الاعتداء عليهم، واحنا الحقيقه امام عصابات منظمه لا يمكن ان نصف هذه المشاهد التي سنشاهدها بانها تعبر عن مظاهرات طلابيه او انها تعبر عن
الممارسة السياسية داخل الجامعة كما يدعون، لكن هي تعبير عن عصابات منظمة تنتمي لجماعة الإخوان. تعالوا نشوف المشهد الأولاني اللي كاميرات المراقبة في جامعة عين شمس نجحت في رصده. أولا، كيف يتم سرقة البنزين من السيارات، سيارات المواطنين اللي واقفة قدام الجامعة أو داخل الجامعة تمهيدا لاستخدامها بعد ذلك في صناعة الملوتوف. يعني على المشاهدين أن يتأملوا في هذه المشاهد. ده المشهد الأول. المشهد الأول يتعلق بشايفين ده طالب، يعني من الذي علمه أن يقوم بسرقة البنزين من العربية بهذا الشكل؟ وهتلاقوا في مجموعة من الطلاب بيراقبوا المكان ويحيطون به لحمايته ولمراقبة المكان زي ما أنتم شايفين. ده احنا امام عمل تنظيمي، امام عصابات مسلحة، مش امام مظاهرات طلابية كما تدعي جماعة الاخوان. شايفين بيسحب البنزين من السيارة بشكل محترف، يعني ده واحد تم تدريبه على كده عشان ياخده. هنشوف بعد كده مشاهد ازاي بياخدوا البنزين ده ويصنعوا منه الملوتوف حتى يتم القائه على الشرطة داخل الجامعات. ده المشهد الاول اللي بيفضح جماعة الإخوان داخل الجامعة، ليسوا طلابا وإنما أعضاء في تنظيمات وفي عصابات مسلحة. المشاهد اللي هنشوفها بعد كده بتكمل المشهد الأولاني. تعالوا نشوف المشهد الثاني إزاي بيقوموا بصناعة الملوتوف داخل الجامعة. وكل هذه المشاهد كاميرات المراقبة في جامعة عين شمس التي قامت برصدها. عشان كده من المهم أن يتم تعميم هذه التجربة ليس في الجامعات فقط، لكن في كل شوارع مصر كما يحدث في أوروبا وكما شاهدنا في أكثر من دولة عربية حتى، لأنه ده بيساعدك في ضبط الذين يرتكبون الجرائم سواء كانت إرهابية أو جنائية، وفي التنظيم العام وفي الحفاظ على حق المواطنين وفي حماية المواطنين. تعالوا نشوف كيف يقوم الطلاب بتصنيع الملوتوف من البنزين اللي قاموا بسرقته من بعض السيارات. المشاهد بشكلها العام ممكن انك تكون ما دققتش فيها، بس لازم استعيدها معاكم لانه كاميرات المراقبة بترصد المشهد بهذا الشكل. لكن نشوف تاني وهو يحمل الملوتوف في البداية زي ما احنا شايفينه اهو، هنا الازايز اهو الملوتوف. طبعا مش هنقول للناس كيف يتم صناعته، لكن واضح انهم مدربون تدريبا جيدا على ذلك. وبعد كده
اهو ده المشهد. بعد كده هنشوف كمان لما ياخده في احد الاركان ويقوم بصناعة المولوتوف. ده المشهد بعد ما بنبطأ الصورة ونركز على زجاجات المولوتوف. اهو ده اللي هناك ده اهو، وطبعا مغطي وشه. بس بعد كده يعني نجحنا من خلال كاميرات المراقبة ان احنا اهو هتشوفوه اهو نفس الشخص ده، وعشان كده اعتقد بانه جهات الامن هنا يمكن ان ده مش ده يعني الله اعلم ده طالب في الجامعة ولا جاء الى الجامعة من خارج الجامعة ينتمي لجماعة الاخوان وجاء لاستغلال الجامعات كما يفعلون دائما في كل الجامعات. ده شكله. لا عايزين نرجع تاني قبلها، نرجع تاني قبلها نشوف المشهد. انا شايف الاهو زي ما انتم شايفين يخفي وجهه، وده الازايز المولوتوف. ده اهمية كاميرات المراقبة. وبعد كده تم الكشف عن وجهه، هو طبعا بيخفي وجهه خوفا من انه يتم تصويره ويتم التعرف على شخصيته. يعني وصلنا الى حالة الملثمين المقنعين الذين يرتكبون هذه الجرائم، لكن هذا هو الشخص الذي شاهدناه يصنع المولوتوف. هل تقوم أجهزة الأمن بإلقاء القبض عليه؟ هم ليه بيخافوا من الكاميرات وليه بيهاجموا الإعلام؟ لأن الإعلام بيكشف ويفضح ممارساتهم الشيطانية سواء داخل الجامعات أو خارج الجامعات. قبل ما أكمل معاكم هاخد دكتور علي عبد العزيز نائب رئيس جامعة عين شمس. دكتور علي أهلا بيك. أهلا بيك في السؤال. دكتور علي خلي بس حضرتك معايا نكمل بعض المشاهد واخد تعليق حضرتك عليها. نشوف بقى إلقاء طلاب الإخوان للمولوتوف وهتشوفوا يزحفون وكأنهم قوات نظامية وكأنهم عصابات نظامية مسلحة تم تدريبها على ذلك، وبعد كده يتحدثون عن قمع المظاهرات الطلابية. نحن أمام عصابات مجرمة منظمة لا يمكن أبدا التهاون بشأنها ولا يمكن أن تختطف الجامعات من قبل هذه العصابات المنظمة المسلحة مهما ادعوا ومهما حاولوا أن يتستروا خلف مسميات من نوع حق الطلاب وقمع الطلاب والمظاهرات الطلابية. تعالوا نشوف كيف يتم الزحف وإلقاء المولوتوف. هل يمكن أن نكتفي بالصمت بعد الذي شاهدناه؟ هل يمكن أن يدعي البعض بعد الآن أننا أمام مظاهرات طلابية سلمية كما تدعي جماعة الإخوان؟ دول طلبة يزحفون وكأنهم عصابات منظمة وكأنهم قوات نظامية تم تدريبها على ذلك. هيزحفوا هتشوفوا بعد كده هيرمي المولوتوف إزاي. تدريبات منظمة و عمليات زحف. اهو ده الملوتوف تم القائه. ويتكلموا عن مظاهرات طلابيه. اللي افهمه انه الطالب
يحمل الكتب ويحمل كل ما يتعلق بأدوات العلم، لكن اللي يشيل ملوتوف ويصنعه ويزحف من أجل إلقائه بهذا الشكل، شايفين كيف يتم إلقاء الملوتوف ده من داخل جامعة عين شمس. قامت كاميرات المراقبة برصد هذه الأفعال الشيطانية، وقامت بفتح أعمال جماعة الإخوان داخل الجامعة. آدى الطلاب يزحفون، أو يعني حتى تم تدريبهم على أنه يلقي الملوتوف وبعدين يزحف بهذا الشكل عشان وشه ما يبانش، يعني حتى لا يشاهده أي شخص وهو واقف يعني، فيزحفوا بهذا الشكل. وهنشوف مشاهد تانية، هنكمل المشاهد التانية وهم بيصنعوا أيضا الملوتوف ويتم إلقاؤه بعد ذلك. يعني شايفين عمليات الزحف، دول طلاب، دي مظاهرات سلمية، وهنا هناك اهو بيتم تصنيع ملوتوف تاني. دي تشكيلات عصابية لا يمكن أبدا التهاون بشأنها، ولا يمكن أن تختطف الجامعات من قبل هذه العصابات المنظمة. ولا حد بقى يقول لي حقوق الإنسان يتحدثون عن قمع الطلاب. إذا دول طلاب، الصورة الحقيقة بتفضح أنه إحنا أمام طلاب ينتمون لجماعة الإخوان أو جاءوا من خارج الجامعة، التحقيقات هتكشف ده. لكن في كل الأحوال أنا أمام مشاهد أو ده إلقاء الملوتوف لا يمكن السماح بها داخل الجامعات، ولا يمكن الإدعاء أننا أمام مظاهرات طلابية سلمية. نمشي المشهد تاني ونشوف صناعة الملوتوف في من جديد وإلقاؤه بعد ذلك أيضا. أهو دي مجموعة تانية، نسيب المشهد كده نمشيه. أهو بيتم صناعة الملوتوف، وهنشوف واحد بيلقيه بعد كده. أهو دول مجموعة من الطلاب. نخلي المشهد ماشي زي ما هو عشان الناس تشوف إن إحنا أمام خلايا شيطانية. دي خلايا شيطانية، لا يمكن أبدا أن نكون أمام مجموعات طلابية. أهو ده اللي بيلقي بالطوب والملوتوف، والتانيين بيصنعوا. دي المشاهد الحقيقة اللي بننفرد بها، وقامت برصدها كاميرات المراقبة داخل جامعة عين شمس. نكمل معاك ونشوف بقى الطالبات. مفيش فارق في جامعة الإخوان بين الطلبة والطالبات، الطالبات كمان يتم استخدامهن في هذه العمليات الشيطانية التي لا علاقة لها بالعمل السياسي أو العمل الوطني داخل الجامعات. ولما يتم إلقاء القبض على طالبة فيبتدي الناس يتكلم عن بناتنا، وتبتدي جماعة الإخوان تتحدث عن الاعتداء على البنات. هتشوفوا مشاهد للبنات أعتقد بأنها لا يمكن أن تكون متعلقة بطالبات داخل الجامعة. لا، إحنا أمام عمل تنظيمي لجماعات مسلحة تحاول اختطاف الجامعات وتحاول الاعتداء على المؤسسات.
تعالوا نشوف المشاهد تاني حتى نكشف ونفضح جماعة الإخوان، وهي لا تحتاج إلى أن نكشفها ولا تحتاج إلى أن نفضحها، فقد كشفها وفضحها المجتمع خلال الأشهر القليلة الماضية. لكن من المهم أن نكشفهم داخل الجامعات، لأنه للأسف الشديد ما زال البعض يتحدث عن قمع للطلاب داخل الجامعة، وإحنا أمام عصابات منظمة لا علاقة لها بالعمل الطلابي. هتشوفوا حتى البنت اللي هي هنشوفها بتجري بعد كده، هل يمكن أن تكون دي طالبة وهي تلقي الطوب؟ وهتشوفوا الطالبات وهن ملثمات ومقنعات. طب أنت بتخبي وشك ليه بالشكل اللي احنا شايفينه؟ يعني اهو شايفين الـ الـ الطالبة. أنا الحقيقة بدأت أبقى مش عارف دي طالبة ولا طالب ولا يعني. لا نشوف نمشي الصورة نمشي اهي اهي ادي طالبة اهي. شايفين النشاط الطلابي داخل الجامعات؟ شايفين العمل السياسي والوطني داخل الجامعات؟ هل ده العمل الوطني الذي تعلمناه داخل الجامعة؟ هل ده حق الممارسة السياسية كما طلبنا به، أن يتم إشعال النار في بوابات الجامعة والكليات بهذا الشكل؟ يعني هل ده طلاب؟ هل اللي يولع، هل اللي يقعد يجيب كراسي كده ويولع ويشعل النار ده أتعامل معاه لأنه طالب؟ وهل هنا لما تدخل الشرطة عشان تمنع هذه الجرائم أقول أن الشرطة تدنس الجامعات؟ من الذي يدنس الجامعات هنا؟ أعتقد أن هذه المشاهد التي عرضناها عليكم تكشف وتفضح جماعة الإخوان داخل الجامعة. أهو ده النشاط الطلابي داخل الجامعة، نجحوا، حققوا انتصارا وإسلاما. يعني هذا هو الانتصار اللي حققوه، أنه تم إشعال النار في بوابة هيتم طبعا إعادتها تاني إلى الوجود بأموال الطلاب وبأموال الشعب وبالضرائب التي يدفعها المواطنون ويدفعها الشعب. مشاهد أعتقد أنها لا تحتاج إلى تعليق أكثر مما علقنا ولا تحتاج إلى توضيح أكثر مما أوضحنا، إنما تحتاج أننا أبتدي بقى أقدمها إلى كل من يدعي أن السلطة في مصر وأن الجامعات في مصر تمارس قمعا على الطلاب. تعالوا نشوف المشهد الأخير وبعدها أواصل أو أبدأ الحديث مع الدكتور علي عبد العزيز نائب رئيس الجامعة. يعني مشاهد بتوضح المعاملات المالية لطلاب الجامعة داخل لطلاب جماعة الإخوان داخل جامعة عين شمس، قامت أيضا كاميرات المراقبة برصدها. المشاهد واضحة. طبعا هيبقى المشهد الأخير ده نتاج أننا أمام عمليات منظمة بيتم دفع الأموال فيها لبعض البلطجية ولبعض الطلاب، ويتم دفع الأموال نتيجة تصنيع الملتوف، لكن لسنا أمام مظاهرات طلابية، إحنا أمام عصابات منظمة مسلحة تسعى إلى تحطيم الجامعات وتسعى إلى تعطيل الدراسة، تعطيل الامتحانات، وتحاول أن تفسد العام الدراسي. فشلوا في ذلك،
لكن ما زالوا مستمرين حتى الآن. المشاهد تكشفهم وتفضحهم، وهذه المشاهد من كاميرات المراقبة في جامعة عين شمس. دكتور علي عبد العزيز نائب رئيس جامعة عين شمس، دكتور علي، الحقيقة المشاهد اللي احنا شفناها يعني مخيفة ومزعجة، ده معناها انه بالفعل طلاب الإخوان داخل الجامعة أو من يأتون إليهم من خارج الجامعة يشكلون تنظيمات عصابية مسلحة لا تختلف عن العصابات المنظمة التي نشاهدها في أي مكان. تفضل. أستاذ وائل، الأول بقول مساء الخير لحضرتك وللسادة المشاهدين. مساء الخير. وبشكر حضرتك على الاستعراض الطيب دوت لهذه المشاهد اللي هي بمثابة عملية توعوية لكل المشاهدين ولكل الناس عشان تعرف ايه اللي بيحصل في الجامعات. زي ما حضرتك وريتنا كده ان كل هذه المشاهد كلها تم رصدها بكاميرات جامعة عين شمس، كاميرات المراقبة اللي موجودة في جامعة عين شمس، وبندرسها كما ينبغي. يعني المشهد، خليني ابدأ بالترتيب. المشهد الاولاني هو مشهد توزيع المبالغ المالية، وبالفعل عرضناه في الجامعة تماما عشان كل من لم يصدق ان هذا يتم يبقى ده حاجة بيانية وفعلية توري له ما يحدث. يعني المشهد ده بتاع الفلوس ده وتوزيع الفلوس عرضته بالفعل عشان الناس تصدق، يعني عشان بالفعل عشان الناس تصدق وتعرف ان هذه دول مش طلاب، معظمهم دول جماعات منظمة بتعمل بنظام ما يتفقش مع نظام طلاب. احنا كلنا عاطفنا المظاهرات وشفنا مظاهرات ويعني ايه مظاهرات، فده كان امر من الامور. لا، اللي بعد هذه المشاهد الذي يتحدث عن ممارسة سياسية داخل الجامعة او لا. قمع للطلاب داخل الجامعة على الاطلاق. ده المشهد مثلا اللي احنا شايفينه دلوقتي، ده شخص مدرب تدريبا جيدا على كيفية سرقة البنزين لصناعة الملوتوف. تمام. وحضرتك كمان المشاهد دي كلها احنا بنترجمها، الاخ ده بنترجمها متابعينه، والكاميرا لان الكاميرات موجوده في كذا مكان في الجامعه، بنترجمها متابعينه لحد ما بنجيب الوجه بتاعه وهو واضح هو مين، وبنجيب نتيجته من شؤون الطلاب وصورته واسمه وبياناته من شؤون الطلاب وبنرسلها للمهتمين. المشهد اللي قدام حضرتك دوت دلوقتي ده كان في الاسبوع قبل الماضي. ده الاسبوع قبل الماضي. وجبنا المشاهد وتتبعنا طلاب وهي بترمي المولوتوف على كليه الحقوق في الجزء دوت. احنا هنشوف اهوت وهم بيرموا المولوتوف، نشوفهم بالظبط. بعد ما صنعوه من البنزين ابتدوا يلقوه في الجامعه على بعض الكليات. هنشوف المشهد اهو، ماشيه عادي اهو. ده تمام. القاء المولوتوف هنا بيرموه على كليه الحقوق. مظبوط. ده الاسبوع قبل الماضي. فاحنا كل المشاهد دي بنرصدها وبنرصدها بالوضع الصحيح اللي يمكننا من رؤيه مين الشخص دوت. للاسف بقى بيطلع مجموعه كبيره جدا منهم مش طلاب من الجامعه على الاطلاق. بعض الفتيات اللي حضرتك رصدتهم بعضهم احنا توصلنا اليه، وبتأتي الأسر وتقول إن كل الحقائق مخالفة تماما عن الفتيات بتخط. يعني بعضهن قال إن هي أخوها شهيد هنا وأختها مش عارف فين، بتيجي الأسر تقول لا ليها أخ ولا ليها أخت، يعني اعذروها وبتاع أيوة ومالهمش. أيوة. إخواته يطلع الأسرة تقول بالكلام اللي بتقوله البنات ده منافي للحقيقة تماما. لا، تطلع الاسره تقول ايه حضرتك مش سامع؟ تقول ان ده ان بنته مالهاش اخ توفى هنا ولا هنا. اخوها لسه صغير، طفل صغير، طفل طلع. يعني الاسره بتضطر الى الكذب حتى تنجي ابنتها يعني. ايوه. وبالتالي انا 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 عشان كده امبارح في الحوار بتاع حضرتك مع اعضاء هيئه التدريس من جامعه القاهره والمنصوره والبورصه، لما كنا بنناقش تبكير تقديم موعد الامتحانات. ايوه أنا كان ليا نفسي أتدخل مع حضرتك امبارح، لأن إحنا حضرتك يا أستاذ وائل في عام استثنائي، في مرحلة استثنائية. اللي أنا شايفه ده مرحلة استثنائية،
يعني اعتقد انه لا يجب السماح بها العام القادم، نحن نعيش وضعا استثنائيا يعني. على الاطلاق، ودمعه عين شمس بكل القوه بترسل المشاهد ديت للمسؤولين اولا باول. ها؟ وبتسمح لهم بدخول الجامعه عند الضروره. جايز المشاهد دي لو كانت معانا امبارح كانت زادت قناعات البعض، زادت من قناعات البعض انه تقديم موعد الامتحانات ربما كان مهما جدا في ظل هذا الوضع الاستثنائي حتى ننتهي وحتى نحبط كل مخططاتهم يعني. بالفعل. وبعدين المواعيد ديت دي موجوده لطلبه البكالوريوس والليسانس. طلبة الدراسات العليا يستكملوا العام الدراسي على خير وجه. طيب انا هنا شايف ناس تم تحديد وجوهها بشكل واضح، يعني هات لنا الولد اللي كان بيصنع الملوتوف او الطالب، يعني خلينا نحفظ له هذا الوصف مع انه لا يستحق ان يكون طالبا. الطالب ده حضرتك؟ اللي كان بيصنع الملوتوف وبعد كده وجهه مصورينه في الثلاث مرات وتم ارسال صوره هو بنفسه تم ارسال صوره الى المسؤولين عشان يمنعوه من دخول الجامعه مرات ومرات، وبنجده جوه الجامعه. يعني تم ارسال صوره عشان يتم منعه من دخول الجامعه؟ تمام. انا عايز يتم القاء القبض عليه ان شاء الله في القريب العاجل. لا، وهل ده طالب في الجامعه؟ في الغالب بعد ما تتم القبض عليهم بنكتشف ان هم مجموعه كبيره منهم مش من الجامعه. اخر ولد الامن الاداري مسكه طلع من المعهد الزراعي بتاع شبرا الخيمه. المعهد الزراعي بتاع شبرا الخيمه. اللي كانوا معاهم داخلين الجامعه ومعاهم بعض الملوتوف. اهو ده اهو اللي بيصنع الملوتوف في الجنب ده، وبعد كده هنشوف وجهه. ايوه. طيب المحصله دكتور علي، كم طالب كم تم احالته الى التاديب، وكم طالب تم فصله؟ محصله العام الدراسي في جامعه عين شمس. استاذ وائل، يعني الرقم يمكن ما يحضرنيش بالضبط دلوقتي، ولكن اعداد طلبه يعني يتجاوز ال 30 40 طالب، وفي منهم خدوا فصل عام دراسي بالكامل، وفي منهم خدوا فصل نصف عام نصف يعني سمستر واحد فقط. واحنا بناخد قصادهم دلوقتي الاجراءات الرابعه فورا، ما بنتاخرش. طيب الامتحانات بقى دكتور، سؤالي الاخير اليك، هل تتوقع ان تكون في، يعني اذا انا امام مشاهد من هذا النوع، هل تتوقع ان يكون في محاولات لإلقاء الملوتوف على لجان الامتحانات، محاولة تعطيل الامتحانات؟ وهل طلبتم من وزارة الداخلية أن تدخل إلى الجامعة ولا تنتظر حتى تحدث هذه الأحداث لكي تقوم بحماية الطلبة أثناء الامتحانات وحماية الامتحانات؟ أستاذ وائل، ده تم مناقشته في مجلس الجامعة الماضي، وكان يوم الخميس اللي فات، وتناقشنا مع جميع العمداء عن كيفية تأمين الامتحانات، وكان في طبعا عندنا عمداء العلوم والحاسبات، وبعضهم كان متوتر لأنه بتحصل في كلياتهم أكثر الأعمال ديت. وتعرضنا للي بيحدث دلوقتي، لأن المشاهد اللي بتحدث دلوقتي بتبقى جزء منها عباره عن ان هو بيلقوا بعض الامور اللي يمكن تفجيرها من بعد او شيء او من هذا القبيل. فطلبنا تكليف مجموعات الامن تبقى موجوده بكثافه في الايام ديت، بحيث الكليه اللي فيها امتحان يبقوا موجودين فيها بشكل مناسب لتفتيش الطلاب وتفتيش السيارات بالشكل اللي يناسب ويمنع من دخول اي شيء للجامعه. وعموما الامتحانات حضرتك زي ما حضرتك عارف بيبقى ليها قدسيه معينه، والطالب بيعرف ان دي نهايه العام، فبنلاقي الولاد الملتزمين برضو بيبقوا هم دروع بيحموا الامتحانات، واحنا شفنا الحمد لله ان الفصل الدراسي الاول مر بسلام والامور مشيت على خير ان شاء الله. فنتمنى ان شاء الله الفصل الدراسي ده كمان يكتمل وننتهي على خير بامر الله. ان شاء الله. دكتور علي عبد العزيز نائب رئيس جامعه عين شمس، بتوجه لحضرتك بالشكر. وتعالوا نشوف هذه التجربة، غرفة عمليات داخل جامعة عين شمس فيها 80
كاميرا لمراقبة كل ما يحدث داخل الجامعة، وده اللي بيخلينا بنقول لابد من تعميم نشر الكاميرات حتى في الشوارع. معظم الدول الأوروبية تفعل ذلك، عدد كبير من الدول العربية، ليس فقط لمواجهة الجماعات الإرهابية لكن كمان لمواجهة الجريمة الجنائية، وحتى يتم ضبط النظام العام في الشوارع. يعني لولا كاميرات المراقبة ما شاهدنا هذه المشاهد التي تكشف وتفضح عصابات منظمة تدعي في النهاية أنها تمثل المظاهرات الطلابية. تعالوا نشوف هذا التحقيق المتعلق بغرفة العمليات داخل جامعة عين شمس اللي فيها 80 كاميرا لمراقبة كل ما يتعلق بالنشاط الطلابي المؤثم. النشاط الطلابي الحقيقة بيتجاوز حدود العمل الطلابي وحدود النشاط السياسي والوطني إلى ما يمكن أن أسميه الجريمة الجنائية. نحن نكشفهم ونفضحهم بهذه الكاميرات حتى لا يدعي البعض بعد الآن أنه ما تفعله جماعة الإخوان في الجامعات هي مظاهرات سلمية. احنا هنا كل واحد فينا ماسك قطاع، مسؤول عن قطاع، بنشوف جميع المخالفات المتواجده فيها في الجامعه. اما بنلاقي مخالفات بنبلغ الوحدات الاخرى انها تقوم بالقدوم الى هذه المخالفات وتبدا التعامل معها. العمل اللي احنا بنرصده هنا في حاجات كتير زي المظاهرات احنا بنبدا نتابع المظاهرات وبنشوف ايه الضرر فيها، مثلا زي كتابة على الجدران، زي اعمال تخريب، مولوتوف، قنابل، بنبدا ان احنا نشوف المواضيع دي كلها، بنبدا ان احنا نبلغ رئيس الامن المختص بالجامعه، بيبدا ان هو يبعت الوحدات بتاعه الامن تبقى افراد برضه الدفاع المدني موجوده بحيث ان هي تبقى مامنه جميع المظاهرات عندنا من حالات حريق اي حاجه بيبقوا موجودين. في اعمال تانية كتير مخله بالاداب بنبدا برضو ان احنا نبلغ من خلالها وبيبدا افراد الامن يتوجهوا لحد هناك ونشوف المكان اللي احنا فيه ده مركز التحكم والمراقبه بجامعه عين شمس. يعني احنا الحمد لله انتهينا من تركيب الكاميرات في الجامعه بالكامل، تقريبا ركبنا في حدود 80 كاميرا مغطيين جميع ارجاء الجامعه. الغرفة اللي احنا فيها دهيت اللي بنشوف فيها الشاشات، بنشوف فيها التصوير، بنقدر نسجل الأحداث اللي بتمر، أي مخالفات بتحصل بتترصد من خلال الكاميرات وبتبلغ بيها أفراد الأمن وبيتوجهوا ليها وبيتم التعامل معها. الفترة اللي احنا فيها طبعا دي هي فترة المظاهرات بتاعت طلاب جماعة الإخوان، يمكن ديت أكتر المظاهرات بتاعتهم بتترصد وبنشوفها وبنشوف التجاوزات اللي بيعملوها وبنقدر نحدد الطلبة اللي موجودة وبيتحولوا للشؤون القانونية بناء على كده وبيتم اتخاذ معهم الإجراء اللازم. يعني طيب لما تلاقوا في أب ينتمي لجماعة الإخوان، يعني حتى أي حد يقول أنا لا يمكن أن أضع المتفجرات في بيتي، إزاي إنه البيت اللي فيه أطفالي يبقى فيه قنابل ومتفجرات قد لا أستطيع التحكم فيها في أي وقت؟ هل يمكن أن يقوم أب بتخزين متفجرات وبتخزين بعض المواد التي تؤدي إلى التفجير في منزله؟ يعني أي أب يخاف على أطفاله، لكن للأسف الشديد في قرية العزيزية في التابعة لمركز شرطة منيا القمح تم القبض على
احد الاشخاص الذي ينتمي لجماعه الاخوان، اسمه وليد عز الرجال عبد الله، وهو سائق وهو محبوس على ذمه احدى القضايا، لكن هو محبوس ومخزن تحت بير السلم عدد من زجاجات الملوتوف والطلقات الاليه والخرطوش، وهو زي ما انتم شايفين عنده ثلاث اطفال، الاطفال الثلاثه اصيبوا بشظايا وحروق بجميع اجزاء الجسد، والدم اللي احنا شفناه ده دم هو من نزيف الاطفال، يعني الاب الذي ينتمي لجماعه ارهابيه يعني حتى لم يفكر في اولاده، اللي مش خايف على الوطن ومش خايف على الجيش مش هيخاف على اولاده، ويدفع الثمن في انه اولاده الثلاثه اصيبوا بشظايا في الجسد بعد تفجر هذه المواد زجاجات الملوتوف. وانتقل كمان خبراء المفرقعات وقاموا برصد هذه الزجاجات وكل المواد التي تؤدي إلى التفجير، يعني أب ويقوم. هشوف المهندس أحمد عبد العزيز من قرية العزيزية وشاهد عيان. مهندس أحمد أهلا بيك. أهلا بك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مهندس أحمد، المشاهد اللي احنا المشاهد اللي شفناها، زجاجات المولوتوف دي ولا ما تم تفجيره داخل المنزل؟ لا يا فندم، احنا فوجئنا النهارده ان حصل التفجير دوت، جرينا على البيت هناك قلنا نلحق، شلنا العيال يعني متقطعين من شده الانفجار. متقطعين؟ في الاول قلنا انبوبه غاز، ولكن اتضح في النهايه ان هي مش انبوبه غاز، اما لقينا الجهاز اللي هو بلغنا الشرطه وبتاع، وجت الشرطه كلها بتاع مين الانف وبتاع العزيه، جت هنا وشافت وعينت بيبصوا له انها اثار قنبله وبارود، وطلع من جوه بارود، وطلع بتاع طلق خرطوش وطلق حي بتاع اهل حضرتك، وكل دوت انا مصوره على التليفون بتاعي عشان يعني الواحد من الناس اللي كنت هناك، وبقول الحقيقه ومش بكذب، انا بقول لك الحقيقه ان انا شفت كل دوت ومصوره على التليفون عندي، وهنزله برضو على الموقع بتاعي النهارده ان شاء الله على الفيسبوك احمد الطيب، واي حد يخش يشوفه، لان الجهاز النهارده اللي احنا فوجئنا بيه وصدم الناس كلها، الجهاز اللي بيملوا بالقنابل بتصور عندي برضه وهبعته لحضرتك على الفيسبوك. الجهاز ده ايه يعني؟ هو الاب يا استاذ احمد، الاب محبوس في قضيه من قضايا جماعه الاخوان، لكن هل سايب المتفجرات في بيته الى هذا الحد؟ مش خايف على اطفاله؟ ايوه يا باشا، هو كان سايبهم بقى اللي فوق، لما كله طلع بقى، كله طلع من تحت لما ورد السرير بتاعه في الاوضه بتاعته، اولاده بقى لما كانوا بيلعبوا بالحاجه ديت راح جات من اتفجرت بقى، اما اتفجرت فيهم جم رجال، اللي طبعا قال لك لو قنبله او بتاع، جم رجال الحمايه المدنيه ورجال المفرقعات، بصراحه النهارده يعني قاموا بعمل بجد يعني احنا بنشكرهم عليه، الحمد لله رب العالمين. الثانيه يا استاذ وائل، يعني الثانيه دي بقى اللي الحمد لله رب العالمين، دي انا مصورها برضو على التليفون بتاعي، وهي وهم واخدينها على البحر بعد ما طلعوها من البيت، وطلعها في كرتونه، والجهاز طلع جنبها وجنبه كياس بارود كامله، والله العظيم اكياس كبيره، وطلع من جوه قدامنا، ما الناس جت كله بقى يطلع يعني الاطفال كانوا بيلعبوا في هذه المتفجرات مش عارفين هي ايه؟ تمام تحت هو حاططها تحت السرير ولا في بير السلم؟ حاططها في بيته هو، كل حاجه طالعه من بيته هو واخوه الاثنين قدام الناس كلها، وكل دي متصور كاميرات فيديو عاديه، هي مش تلفزيون، ولا نقول ان احنا بنقول ان التلفزيون بينزل حاجات غلط، لا بصراحه يعني بنشهد دلوقتي بنزاهه التلفزيون المصري، وان هو ما بيكذبش في اي حاجه بيقولها بصراحه يعني، واحنا مبسوطين قوي. طيب استاذ، نفسنا ان الناس كلها تعرف ان هم جماعه ارهابيه مش خايفين على البلد. طيب لكن الاب هو سائق اسمه وليد عز الرجال، هل هو معروف عندكم في البلد انه ينتمي لجماعه الاخوان؟ معاه يا باشا، وحضرتك لو دخلت على نفس الاسم دوت على على على, على, على
على الفيس على على الفيس هتلاقيه متصور مع جماعه مع قيادات من جماعه حماس ديت احنا عارفينها برضو وعارفين ان هو متشدد جدا 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 وبيجيبوا ناس هنا برضو كده يعني حاجات كده بتحصل رهيبه بالليل بس طبعا دي العيد برضو من الجيران يعني الجيران برضو انا الحقيقه مش عارف احساسه ايه او موقفه ايه دلوقتي يعني ربنا ينجي اطفاله الذين لا ذنب لهم صحيح طباخ السم بيدوقه بس مش ولاده اللي يدوقوا السم يعني هنا الأب ده أب ينتمي إلى جماعة إرهابية حتى لم يهتم بحياة أولاده الأطفال ممكن يلعبوا في هذه المتفجرات في أي لحظة ده حتى اللي عنده مسدس مرخص بيبعده عن أولاده يعني أو حتى في ناس بتخاف تجي بيقول لك ده أولادي ممكن يلعبوا فيه لكن هذا الأب الذي ينتمي إلى جماعة إرهابية تعتدي على الوطن تعتدي على المؤسسات تعتدي على الجيش أعتقد بأنه مش هيهمه كثيرا أنه يتم ضياع أطفاله وربنا يشفيهم لأنه لا ذنب لهم إنما يدفعون ثمنا لإرهاب أبيهم يعني دي الواقعة اللي حصلت في العزيزية واللي بتكشف وتفضح أيضا جماعة الإخوان غدا هيبقى فيه حكم في قضية شهيرة جدا ودايما القضايا اللي فيها عدد كبير من المتهمين لما تصدر فيها أحكام جماعية كبيرة هيطلع البعض ويقول إنه الحقوا القضاء والعقاب الجماعي للمتهمين وتطلع قناة الجزيرة تسميهم تم الحكم على رافض الانقلاب هتشوفوا الذين يرفضون الانقلاب حسب تسمية الجزيرة ماذا فعلوا في القضية الشهيرة المتعلقة بسرقة الأسلحة وإشعال النار في قسم شرطة العدوى في المنيا ودي غير العدوى في الشرقية مسقط رأس محمد مرسي لكن المشاهد اللي احنا كنا قد انفردنا بها حتى استعانت بها المحكمة في القضية اللي هيتم الحكم فيها خلال ساعات ومن أبرز المتهمين فيها مرشد جماعة الإخوان محمد بديع متهم فيها 1211 متهماً 1211 متهما في هذه القضية لما هتصدر أحكام فيها الله أعلم ما هي هذه الأحكام لكن احنا قلنا قبل ما البعض يبتدي يقول كيف تصدر هذه الأحكام قلنا نستعيد معاكم المشاهد المتعلقة بما فعله المتهمون في هذه القضية أستعيد معاكم مشاهد ربما وقتها كانت فيها خلطة بين الضحك والبكاء هتشوفوا الناس وهي بتسرق الأسلحة وبتتخانق على الأسلحة وهتشوفوا الناس وهي بتشعل النار في قسم الشرطة وما يهمهمش حتى أنهم يدنسوا المسجد اللي موجود ملاصق للقسم أو هو جزء من قسم الشرطة أوضة حجرة مخصصة لذلك القضية دي هيتم الحكم فيها غدا الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعيد يوسف هتحكم في هذه القضية المتهم فيها 1211 متهما وطبعا في قضية تانية قبل بس ما نشوف القضية دي هيتم أيضا الحكم فيها انتوا عارفين القضية الشهيرة اللي كان حكم أو تم إحالة أوراق 528 متهما إلى فضيلة المفتي إحالة الأوراق لفضيلة المفتي بتكون تمهيدا لصدور الحكم الحكم أيضا في هذه القضية سيصدر غدا وهي المتعلقة بأحداث قسم مطاي اللي احنا شفنا فيها ازاي قتلوا نائب المأمور وحاولوا التمثيل بجثته وأيضا سحلوا أحد الضباط ومثلوا به في الشوارع وسرقوا الأسلحة وأشعلوا النار في قسم الشرطة دي قضية لكن القضية اللي هستعيدها معاكم المتعلقة بسرقة الأسلحة إشعال النار في مركز العدوى دي اللي هيحاكم فيها أكبر عدد من المتهمين ومن بينهم مرشد جماعة الإخوان الدكتور محمد بديع
يعني نسمع الصوت كده لغايه ما هنلاقي بعض المشاهد. شايفين طبعا ادي واحد اهوت واخد اسلحه شايلها، هتشوفوه بعد شويه. وهنا طبعا اشعال نار في ممتلكات، اهو شايل اسلحه. انا قلت قبل كده زي ما يكون شايل حزمه قصب، عيدان قصب، او بيسموها لبشه قصب. وهتشوفوا بقى اللي هتلاقيه داخل دلوقتي اهو بيشمر الجلابيه عشان يستعد هياخد ايه وهيستولي على ايه وهيسرق ايه. هو ده الدفاع عن المشروع الاسلامي، الدفاع عن مشروع محمد مرسي. بنعيد لكم هذه المشاهد تاني لانه حظيت بتعليقات كثيره حينما عرضناه. شوفوا تدنيس المسجد، محافظة المنيا يعني. وبالتالي اهو شايفين هنا البلد كلها بيدافعوا عن المشروع الإسلامي بالسرقة. شايف بقى، شايف شايفين الناس بتاخد الأسلحة وطالعة ازاي؟ بيتنزهوا فسحة، سرقة ممتلكات الشعب، أسلحة أحراز اللي ملفوفة دي يعني حرز قضية. يعني حتى هذه المشاهد يا جماعة كافية. هو أنا محتاج أدافع عن ثورة 30/6 بالكلام ده؟ أنا كفاية إن أنا أعرض هذه المشاهد عشان أقول 30/6 أنقذتنا من إيه. شايفين بيتخانقوا على الأسلحة اللي سارقينها. ما فيش تمييز ما بين راجل كبير وطفل صغير. ما هو خلاص بقى السرقة والنهب كما كان يفعل التتار، اسرق واشعل النار وانهب. وطبعا وجوه الناس يعني كنا بنقول يعني نخفي الوجوه، قلنا لا، لان شعارنا في هذه الحالات اللهم افضحهم ولا تسترهم. من يحمل سلاحا، من يشعل النار في منشأة عامة. شايفين شايل أسلحة، شوية أسلحة، وواحد بيتخانق مع واحد على حاجة سرقوها. لو حد بيعمل فيلم، انتوا عارفين الطوخي مصمم المعارك اللي كانوا بيجيبوه زمان في السينما عشان يصمم المعارك، لو حد بيعمل سينما لا يمكن أبدا يصل خياله إلى هذا المشهد، لا يمكن. يعني لو جنح به الخيال حتى إلى أقصى مدى لا يمكن يصل به الحال للمشاهد اللي انتوا شايفينها. والناس سعيدة وهي بتسرق. أهو الراجل طالع ببندقية ملفوفة ومتحرزة، وده واحد تاني. كم كبير من الأسلحة، يعني انتوا شايفين كم. ده مجتمع اهو، ده شايل في الجلابيه حاجات وشايل بندقيه. ده بعد شويه هتشوفوه بيتخانق بياخدوا منه الاسلحه. اللي بياخد حاجه، اللي بيلاقي حاجه بياخدها. عمليات نهب عشوائية وهمجية. وده شايل سلاح اهو، ده شايل بنطلون ولا جاكيت، وده أنبوبة. حتى لا يخدعكم البعض بالادعاء أننا أمام احتجاجات سلمية.
ده مخطط هدم الدولة. ده شايل اهو، شايل شوية حاجات في ال، وده طفل اهو شايل أسلحة. أنبوبة بوتاجاز. اسرق واقتل تدخل الجنة. طبعا ده شعار المضللين يعني. شايفين بقى الخناقة دي، واحد معاه سلاح وطمعان في السلاح التاني، لا خد سلاحه ولا خد السلاح التاني، واحد هيسرق منه السلاح حرامي وأهبل، وخد منه السلاح التاني، فصمم بقى انه لازم يعني. مشاهد تجمع بين الضحك والبكاء، هتضحك على الحالة اللي انت شايفها، لكن كمان هتبكي على اختطاف الدولة ومحاولة هدم الدولة. ودي واحدة شايلة أنبوبة بوتاجاز اهي ومستمتعة بده، وده أنبوبة تانية، تلفزيون، عملية نهب، عمليات نهب كما كان يفعل التتار. ما تسيبش أثر لأي حاجة، انهب وبعدين ولع النار. وده هو اللي خد له عجل الكاوتش. ميزان بتاع قضية، دي قضية غش وده قضية بيرة اهي. ودي أسلحة. بنستعيد معكم هذه المشاهد لأنه هذه القضية ستصدر الأحكام فيها غدا إن شاء الله، وهي فيها عدد كبير من المتهمين. المشاهد اللي شفناها يعني عشان لما تصدر الأحكام أيا كانت ما يطلعش البعض ويقول إنه تم الحكم على رفيض الانقلاب، هكذا تفعل قناة الجزيرة. شفتوا المشاهد، كم الأسلحة التي نهبت، ما بيسيبوش حاجة، زي التتار، أنبوبة بوتاجاز بياخدوها، تلفزيون بياخدوه، كل أنواع الأسلحة. وبعد كده طبعا تم إشعال النار في قسم الشرطة بالكامل، وبعد كده يتحدثون عن أحكام جماعية، لأنه عدد المتهمين زي ما أنتم شايفينهم كده أعداد كبيرة وأعداد ضخمة. أنت لست أمام عمل تم تنفيذه من قبل اثنين أو ثلاثة، لو في 100 أو 1000 ارتكبوا نفس الجريمة هيتم عقابهم جميعا، فما فيش حد يتكلم عن أحكام جماعية. وأيضا لن نسبق الأحكام، لسنا منصة قضاء، لكن قلنا لأنه نتوقع دائما لما بتصدر أي أحكام تتعلق بحوادث وجرائم ارتكبتها جماعة الإخوان بيطلع البعض ويحاول أنه يزيف ما حدث ويقول انه تم الحكم على رفيض الانقلاب، تم الحكم على عصابة منظمة قامت بالاستيلاء على الاسلحة وقامت باشعال النار في قسم الشرطة. وطبعا في قضايا تانية قاموا باشعال النار في محاكم، منازل وبيوت المسيحيين، في مدريات امن، وبالتالي علينا ان نكشفهم بالصورة. انا مش عارف ليه في حالة الضعف الشديد والتهاون حتى في التعامل مع الإعلام الخارجي ومع بعض الدول، لماذا لا نكشفهم؟ لماذا لا نفضحهم؟ الصورة تكشفهم. ومعظم هذه المشاهد تم الاستعانة بها حتى في المحاكم، وتم تحديد وجوه الناس من خلال المحاكم. تعالوا نشوف المحلة. المحلة واحد عنده معرض سيارات، وكان في سيارة تابعة لجماعة الإخوان تقف أمام المعرض لما تم أبلغوا عنها وتم العثور فيها على أسلحة وعلى مولوتوف، اللي هي المشاهد اللي احنا شايفينها. قامت جماعة الإخوان بعد كده انتقاما من صاحب المعرض بإلقاء المولوتوف والبنزين حوالين المعرض، وأدى ذلك، وطبعا كان معاهم سيارة بها أسلحة استخدموها أيضا في عملية يعني انتقموا من صاحب المعرض اللي أبلغ عن
سيارة الإخوان اللي عثر بداخلها على أسلحة. دي مشاهد تم تصويرها لاتنين اهو شايفين بقى، شايفين بيولعوا ازاي. شايفين المشاهد المحترفة في انه ازاي يولع ويشعل النار في معرض سيارات. انت امام مشاهد محترفة لأعضاء جماعة الإخوان الذين يدعون أنهم سلميون زي ما انتوا شايفين. ودي طبعا اهو بعض السيارات اللي تم اشتعال النار فيها، واحنا بنشوف المشاهد خلينا نشوفها ونسأل أستاذ عصام عودة شقيق صاحب معرض السيارات. أستاذ عصام أهلا بيك. استاذ عصام. ايوه تحت امرك. استاذ عصام المشهد اللي انا شايفه كيف تم تصويره؟ والله هو في كاميرا فيديو محطوطه تبع محل اصلا قدامنا علشان المخازن بتاعه. هم ما يعرفوش ان في طبعا كاميرا بتصور يعني. ما يعرفوش. طب انا هنا لما نشوف المشهد في الاول، انا عندي اتنين أشعل النار في معرض السيارات، لماذا فعل ذلك؟ والله هو من حوالي من خلال مثلا من شهر ونص كده أو شهرين كان في واقعة حصلت، كان عربية اللي هي الكيا كارنز جت جاري وقفت في وسط العربيات عندنا وبينزل منها شباب. الشباب دول كانوا فاتحين مطبعة من اللي هي بتطبع مطبعات اللي عليها ربع وكلام من ده في الشارع، في نفس الشارع المقابل للمعرض. فالناس ديت لما جم يجرم في ناس جايه تجري وراهم بيقولوا ان هم كانوا حدفوا ازايز مولوتوف على البنك، على بنك في مكان عندنا اسمه شكر الكواتلي، وجايين يجروا وراهم. طب هم في ايه او كده؟ قال لك العربيه دي فيها اسلحه. فطلبنا النجده وجت النجده بتبص في العربيه لقت في ازايز مولوتوف وفي اسلحه في العربيه وكده، وقبضوا عليهم وخدوهم. فهم بقى من يومها يعني انتوا ابلغتم عن سياره تابعه لاعضاء في جماعه الاخوان؟ ايوه. السياره فيها مولوتوف وفيها اسلحه. مولوتوف واسلحه. فبينتقموا منكم. ايوه. يعني المشاهد اللي احنا شايفينها ده انتقاما منكم على اساس ان احنا بلغنا عنهم. بلغتوا عنهم. نشوف تاني بقى المشهد من البدايه كده. الكاميرا المواجهه لمعرض السيارات هي اللي قامت برصد هذه المشاهد. اهو اتنين محترفين اهو تابعين لجماعه الاخوان، هم مخبين وشهم طبعا. لابسين كبات. لكن تم تحديد شخصياتهم؟ احنا عرفنا منهم ناس هم اللي كانوا موجودين المره اللي فاتت. الـ هنا اهوت هنشوف ده معرض السيارات مش كده؟ ايوه. هو طبعا بقى عنده طريقه فاهمها كويس. ده حبل اهوت وواصل ايه بجيركن ولا اهو تم اشعال النار فيه. هم كان معاهم جيركن وكان معاهم شريط من اللي هم عشان يولعوا من بعيد. يبقى هو بعيد بقى، يبقى هو من على اول الشارع. بس برضه خدوا جيركن بنزين جوه المعرض كمان، لان في عربيتين اتنين ولعوا. عربيتين ولعوا؟ عربيتين والمعرض بحاله، المعرض الدورين بحالهم ولعوا. شايفين انتقام جماعه الاخوان من صاحب معرض قام بكشف او قام بالابلاغ عن سياره تابعه لهم فيها اسلحه، فده الانتقام بتاعهم. ايوه. طبعا المشاهد اللي احنا شايفينها كمان ما تختلفش عن سلسله المشاهد التي شاهدناها. جماعه الاخوان لا تجيد الا لعبه الدمار واشعال النار في كل مكان، ويتحدثون عن سلميتهم.
100%. طيب هنا أستاذ عصام، الشرطة ألقت القبض على بعض المتهمين؟ على إيه؟ هل 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 الشرطة قامت بإلقاء القبض على بعض المتهمين؟ لا، على واحد بس. واحد بس، واحد من الاثنين اللي احنا شفناهم؟ لا، واحد من اللي كانوا موجودين المرة اللي فاتت، ما كانش معاهم المرة دي. طيب المعرض بالكامل اشتعلت فيه النار وفي عربيتين بتقول خلاص يعني تم تدميرهم بالكامل. تدمير تدمير خالص يعني ما لهمش. طيب انت فين، انت ده فين في المحلة؟ ده في منطقة الكواتلي، في شارع اسمه شارع الغنام. شارع الغنام. طب اخوك صاحب المعرض حالته ايه بقى؟ يعني في 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 حاله ذعر مما فعله، مما فعلته جماعه الاخوان. هو حالته وحشه جدا، وعلشان كده احنا روحناه برضو ان هو يرتاح شويه، لان من الساعه 6 الصبح هو في الشارع وفي تحقيقات وفي كلام من ده، فقلنا له روح ريح شويه بس يعني. طيب استاذ عصام بتوجه لك بالشكر، الف شكر. بس شايفين المشاهد، يعني كنا طبعا يعني عايزين نتكلم مع شقيقه، لكن هو يبدو انه في حاله، حتى هو يعني من الواضح انه جنبه يعني، لكن لا يستطيع الحديث. بس شوفوا المشاهد ازاي بيتم الانتقام باشعال النار في معرض عربيات بالكامل. دول ده متظاهر سلمي اللي احنا شايفينه، ده اثنان من المتظاهرين السلميين لجماعة الاخوان. يعني دول لو تم القاء القبض عليهما هتطلع قناة الجزيرة وتقول تم القبض على اثنين من رافضي الانقلاب، يعني بيولعوا في معرض سيارات ويقومون ايضا باشعال النار في عربيتين وتدمير المعرض بالكامل. وبعدين من الواضح يعني انه فاهمين الحكاية جيدا، يعني محترفين ومدربين على ذلك. دي مشاهد انفرد بها مراسلنا محمد وهبة من المحلة من فريق الاعداد. قامت الكاميرا المواجهة لمعرض السيارات بتصويرها وتسجيلها. صورة كافية لفتح جماعة الإخوان. وابقى مندهش جدا لما تشوف انه فشلنا في الخارج في مخاطبة العالم، حتى لو العالم عن قصد يتعمد تشويه الأوضاع في مصر، لكن كان يمكن أن نكشف جماعة الإخوان، كان يمكن أن نفضح جماعة الإخوان ونفضح المتواطئين معها سواء في كل الدول الأوروبية، ونقول لهم هي دي جماعة الإخوان وهذا هو إرهاب جماعة الإخوان. تعالوا نشوف الملابس. الملابس في مصر، صدمت لما عرفت إن 50% من حجم الملابس اللي موجودة في مصر ليست ملابس مصرية. يعني أعتقد إنه كان يجب أن نتباهى بالملابس المصرية وبصناعة الملابس المصرية، لكن الزحف التركي والسوري والصيني يبدو أنه يقضي على صناعة الملابس في مصر. تعالوا نشوف أولا الملابس التركية، هذا التحقيق المتعلق بها، مع أنه بعض التجار بيقولوا أنه أمام زحف الملابس السورية والصينية الملابس التركية غالية شوية، وبالتالي الإقبال عليها أصبح ضعيفا. لكن تعالوا نشوف أولا الملابس التركية وبعدها نشوف الملابس الصينية. بالنسبة للملابس التركي الإقبال بتاعها ضعيف، على أساس مثلا هي غالية، الإقبال عليها بيبقى ضعيف بسبب الغلو بتاعها بالنسبة
للمستهلك وكده. الملابس التركي حلوه بس هي اسعارها عاليه شويه. حجم الاقبال على الملابس التركي هو في الفتره الاخيره قل جدا بسبب زياده اسعارها، اسعارها بقت مهوله، زائد الجمارك بتاعتها فبتغلي سعر القطع اللي بتخش مصر، فاصبحت المنافسه شرسه بينها جدا وبين المستورد الصيني والسوري. فهي كجوده طبعا التركي لا يعلى عليه في الجوده بتاعته وفي الفينش بتاعه. يعني في حاجات تركي بتبقى كويسه باين عليها ان هي قيمه، وفي حاجات لا، مش بلتزم ان انا اشتري تركي او لا، يعني على حسب القطعه نفسها. المنتج التركي طبعا عالي الجوده بالنسبه له، وبرده زي ما انا ما قلت بيبقى ليها زبونها او واحد بيبقى داخل يسال عليها، لكن الصيني بيبقى جودتها اقل وسعرها ارخص. تركي احسن بس سعره غالي. احنا بنستورد كميات كبيره والاقبال بيبقى عليها كبير عشان الخامه بتاعتها، بس الفتره دي يعني في ركود فيها بسبب غلو سعرها، والمنافسه في منافسه شرسه في السوق يعني بين التركي والمصري والسوري. عشان الجوده زائد السعر، هو طبعا الجوده المصري بتبقى اقل طبعا من الجوده التركي، زائد ان الكواليتي بتاعتها والسعر نفسه، السعر نفسه لما يبقى اقل من المنتج المصري بيبقى الاقبال عليه اكتر، زائد ان عندنا مثلا الموديلات كتيره في المنتج التركي، احنا عندنا المنتج المصري بيبقى موديلات محدوده والالوان محدوده والمقاسات محدوده، انما المنتج التركي لما بينزل بيغطي كل المقاسات وكل الماركات. التركي عموما هو جودته بتبقى اقوى من جوده المصري، دي 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 هي دي الميزه اللي بتبقى فيه. تصميماته مختلفه، بتبقى من غير تقليديه بالنسبه يعني ما بس بيأثر في ان سعره، هو بيبقى سعره اغلى شويه من السعر المصري، بس في العملاء معظمهم بيبقى عايز جوده افضل يعني من جوده الكوليكشن المصري، عشان كده هي بتبقى فيه الفرقه. بس هو كسعره اغلى، المصري بقى دلوقتي سعره كويس وجودته بقت افضل. المنتج التركي هو اللي بيبقى شغال اكتر عندنا، المنتجات التركيه تقفلها كويس وكميتها نظيفه وبتيجي، وعموما الزبون جاي عارف ايه اللي عايزه، يعني بيبقى جاي على المنتج التركي. المصري ما بقاش شغال قوي، مع ان المنتجات بتاعت مصر حلوه يعني في موديلات حلوه نظيفه فيها، بس هم بيبقوا جايين للتركي. في اقبال على الملابس المستورده بصفه عامه، يعني دي مشكله بتواجهنا كصناع ملابس جاهزه مصريه، لانه بنواجه منافسه غير عادله من البضائع الاجنبيه او الملابس المستورده من تركيا او الصين، فبالتالي في طبعا جزء كبير، يعني انا اعتقد ان هو 50% تقريبا من حجم الملابس الموجودة في السوق المصري مستوردة. تعالوا نشوف أيضا تهريب القماش القادم من الصين كيف يؤثر على أصحاب المصانع المصرية. أكبر مشكلة بتواجهها دلوقتي المستورد اللي بينزل من الصين وبيتباع في السوق المحلي بأسعار قريبة من أسعار منتجنا، ودوت مغرق السوق وبيخلينا ما بنعرفش نشتغل ولا نبيع في السوق المصري. والقماش ده بينزل مهرب إعادة تصنيع، وبينزل ملفوف على ظهره، وأصلا مش أقمشة، هي بتاع جلود بتنزل هنا بحيث إنها بتعمل الشنط والأحذية ومفروشات عربيات وبتاع، فلقوا فيه إن هو ممكن يحل محل الأقمشة، فبالتالي بقى ده ينباع. بدأ يوقف حنا، احنا من بعد حنا 5-6 شهور ولا اكتر من 7 شهور دلوقتي واقفين خالص. المفترض ان هو بيخش بطريقه شرعيه، بس الشرع عندهم ان هو بيخش مستلزمات جلود، لكن لو بيعامل معامله القماش هيحصل فيه فجوه سعريه بين المنتج بتاعنا والمنتج بتاعه، مش هيعرف ينافسنا. دلوقتي احنا بقى لنا 6 شهور ما فيش مكاسب، ووصلنا للمرحله اللي احنا بنبيع بالتكلفه، والنهارده مش لاقيين حد اصلا ياخد منا بالتكلفه، المستورد وقف حنا خالص. المهنه باظت والشغل بايظ، وكل شغلنا بقى بالدين والبنوك بسبب الشغل المستورد الصيني. عندي 70 عامل في المصنع ما بيشتغلوش بقالهم 6 اشهر ولا 7 اشهر، انا والعماله ما بقناش معانا فلوس ولا لاقيين ناكل.
الإقبال على الاثنين، بس الأكتر بقى دلوقتي الصيني، والمصري بتاعنا بقى بسيط بقى دلوقتي. المنتج الصيني بيدي شكل، لكن في الاستعمال ما بيبقاش كويس، فالصناعة المصرية عندنا أفضل وأحسن. هو عادة المستورد مجرور دلوقتي أكتر، لأن الناس بتحتاج الشكل، لكن المصري كجودة أفضل كتير جدا. دلوقتي احنا قاعدين ومش عارفين ناكل ولا عارفين نمشي، وعلينا اقساط وعلينا يعني مش عارفين ناكل عيال. انا عندي ثلاثة، ولا عارف امشي بدروسهم، ولا عارف ادفع لهم مصاريف، ولا عارف اروح ولا اجي معايا. احنا بنستغيث دلوقتي الحكومة الموجودة من الصناعات الخارجية اللي داخلة مصر، وان عندنا وقف حال في البلد يعني ما حصلتش قبل كده. يعني السنة دي اول سنة المصانع تقف بالطريقة دي، وعندنا بضاعة مخزنة مركونة، بضاعة كتيرة وفلوس تعتبر بتنهضر، وعمال واقف حال، مفيش اي شغل خالص موجود. يعتبر من شهر 11 واقفين، من شهر 10 واقفين، مفيش دخل خالص لاي حد. ما بالك في ناس قاعده بالايجار ما عرفش ايجارها منين، واللي متجوز واللي مخلف واللي يعول اسره برضه مفيش فايده برضه، ومن شهر 11 واقفين لحد النهارده والله العظيم مصنع ما اشتغل. اللواء مدحت الأعصر مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين. سيادة اللواء أهلا بيك. أهلا وسهلا فندم. سيادة اللواء، هل بتضبطوا يعني في عدد كبير من المضبوطات تتعلق بتهريب القماش أو تهريب الملابس لمصر؟ لأنه الحقيقة في شكوى من أصحاب مصانع الملابس إنه حالهم باظ بسبب تهريب الأقمشة وبسبب استيراد الملابس. هو حضرتك احنا يعني جزء من نشاطنا فعلا متوجه لعملية تهريب الملابس والأقمشة. عندنا حوالي 164 قضية مقولة المصدر ب 16261 قطعة ملابس يعني، وفي قضايا تانية 278 طن ملابس. الملابس المقلده والمغشوشه حوالي 51,650 قطعه. لا انا عايز اخد الارقام حضرتك تاني كده، بتقول لي كم قضيه؟ حوالي 164 قضيه ما قلت المصدر، يعني تبقى حاجات معروضه او مع تجار ما قلت المصدر. المصدر يعني ملهاش بلد منشا، ما فيش عليها منتج، مش معروف مصنعه فين. دي ملابس. دي ملابس حضرتك حوالي 278 طن ملابس لغاية الوقت. 278 طن؟ يا فندم. يا 278 طن دي كمية كبيرة. يا فندم. تهريب من تهريب من بورسعيد، وتهريب في التهريب في المحافظات. دي جزء من نشاطنا حضرتك، بيبعرض بضاعة مش معروف منشأها فين ولا معمولة فين، والقانون بيلزم ان البضاعة يكون لها ورق ومنشأها موجود، منشأها مثبت يعني. طب هل هي تمنها رخيص الى هذا الحد اللي يؤثر على اصحاب المصانع المصرية؟ لا انا عندي حضرتك في حاجة بالنسبة لاصحاب المصانع المصرية. انا حضرتك احنا ماضيين على سفيه الجات اللي هي التجاره الحره. انت عندك السوق بدام سعادتك داخل مستورد حاجه وداخله بطريق شرعي وبورق مظبوط، ده هو بس انا بحسبه ان هو لازم يعلن عن السعر، لكن ما اقدرش اقرب له. لازم يعلن عن السعر عشان في تجاره حره وفي حاله تنافسيه. لكن ما يتعلق بالتهريب بقى التهريب اللي هو حضرتك زي ما بقول لحضرتك مقول المصدر او علامات مقلده، بناخد من معانا خبره من وزاره الصناعه من العلامات المقلده. لو في عاملين حوالي 33 قضيه ب 51,650 قطعه دي مقلده، بتبقى حاطط علامات زي علامات ماركات مشهوره على البطلونات. دي كام؟ 51,000 قطعه؟ ايوه يا فندم، 51,000 قطعه.
وحوالي 15,000 متر قماش مغشوش مغشوش مقلد مقلد، وفي طن قماشه مغشوشه قماش قماش مش مصنع لسه. غير حضرتك بتاع الرسائل الجمركيه اللي بتبقى داخله، احنا عندنا ربط مع هيئه الصادرات والواردات بنتابع منها كل الرسائل اللي داخله اللي واخده افراج مؤقت او واخده رفض، بنلاحقها وبنظبط وبنحاول ما نخليهاش تدخل السوق المحلي. حوالي طيب. جايبين حوالي 6، عايز اقول لحضرتك احنا في رساله واحده ضابطين حوالي 6 طن ملابس. 6 طن ملابس دي كانت مرفوضه، وحاول الراجل يدخلها جوه البلد اتظبطت. ومعانا مكافحه التهرب الجمركي والخبره بتاع وزاره الصناعه، عشان انا بيبقى عندي بس المعلومه لكن او مرور دوري كده على المحلات، بيبقى دول هم الخبره بتوعي عشان انا راجل مش فني يعني. واخد بال حضرتك؟ لواء مدحت الأعصر مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين، بتوجه لحضرتك بالشكر. هطلع فاصل، وبعد الفاصل هنستقبل وزير التموين دكتور خالد حنفي، هنتكلم معاه في كل ما يتعلق بما نسميه حتى الثالوث الذي لا يجب أن يمس، رغيف العيش، أنبوبة البوتاجاز، بالإضافة أيضا للبنزين. لكن كمان خلونا نناقش القضية بشكل عملي وواقعي. دائما نتحدث عن الدعم الذي لا يذهب لمستحقيه، أو الدعم الذي يستفيد منه من لا يستحقه. كمان هنتكلم عن تطبيق النظام الجديد المتعلق بالخبز في بورسعيد، هيقول لنا إيه هو، هل نجح، هل سيتم تعميمه، وكيف سيتم تعميمه. هنشرك المواطنين كمان والمشاهدين معانا، اللي عنده أسئلة يمكن أن تسهم في هذا الحوار حتى يكون إيجابيا. هنتلقى اتصالاتكم على التليفونات اللي هتلاقوها على الشاشة بعد الفاصل. رغيفه بربع جنيه احنا بنجيبه يعني، دي اللي احنا لسه جايبينه الصبح عشان نفطر بيه كبني ادمين يعني. يرضي ربنا دوهن ماشي، لو حد من المسؤولين يرضى ياكلوا احنا ناكله، وناكل اقل من ده كمان. عيش ملعبط، عيش محروق، عيش فيه رمل، عيش فيه تراب. غير موافق على ارتفاع سعر الغاز اللي قاله رئيس الوزراء ده؟ لا طبعا، ما هو اصلا الناس مش لاقيه تاكل اساسا عشان يرفع الاسعار. الغاز والكهرباء والبنزين هيغلوا كل اسعار الحاجه اللي في الدنيا. هما ما بيحلوش مشكله، هما عمالين يزودوا المشاكل وعمالين يطلعونا من نقره، يوقعونا في دحديره،